على استخدامات الميتا اناليسيس سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس ميديكال فيلد لها استخدامات كثير. يعني من الاشياء اللي انا بدي اعرف ابلكيشن معين شو تاثير، هل بياثر على الاوتكم معين حدوثه او لا، من ناحيه انكريز الريسك مثلا اوف كانسر، انكريز الريسك اوف مورتاليتي، لانه احنا عندنا الميجرز نهتم فيها الموربيديتي والمورتاليتي. إذا إحنا في الميديكال فيلد بهمنا الليترشر ريفيو أو السيستماتيك ريفيو لحتى أو الميتا أناليسيس لحتى تعطيني الخلاصة. طبعاً في إلها تأثيرات تانية ممكن أشوفها اللي هي مثلاً تريتمنتس مختلفة أقارنها ببعض، مش على أوتكم معين، أشوف مين أفضل تريتمنت ممكن يعطيني إياه. وهكذا يعني هاي أمثلة هون طبعاً هي فيري سبيسيفيك، لكن ممكن تاخذ منها كيف اللي هي ممكن تستخدم السيستماتيك ريفيوز to answer research question. ناحية دوز أيضا، أي أفضل دوز ممكن تلخص الدراسات اللي حكت عن هذا الدوز كيف كان outcome تبعها، ودراسات أخذت دوز آخر، فهي كلياتها ممكن نستفيد منها في systematic reviews. الآن لو أنا مثلاً أبدأ بسيستيماتيك ريفيو وحددت الريسيرش كويستشن، حددت الكي ووردز اللي عندي وآي إنكلودد الستديز اللي معي وبلشت بالسكرينينج، يعني وارد جداً إنه يكون حدا تاني في العالم في نفس الوقت اللي أنا بلشت فيه سيستيماتيك ريفيو ماشي على نفس الفكرة، فبالتالي صارت في ريجستريز to register the systematic review بالinclusion والexclusion criteria بالmeshterms اللي بتستخدم بالoutcome اللي انت بدك تقيسه، هل فيها meta analysis او لا، بالديتيلز هاي كلياتها، مين هم الاوثرز، مين بده يعمل screening، هاي كلياتها بتقدمها لحتى انك انت to register البروتوكول لطريقه السيستماتيك ريفيو اللي انت بدك تمشي فيها. الهدف من هذا الشيء انك انت يعني تحفظ حقك بهاي الفكره، ما حدا يسويها على ما انت تخلصها. طبعا بدك تضلك تعطيهم النتائج لانه مش مهم، يعني انك ما تحجز الفكره تضلها عندك بالاخر ما تطلع معك نتائج. في موقع انا مش شو اسمه اللي هي بروسبيرو، كانه بتقدم لها هلا انا يعني ما سويت كثير سيستماتيك ريفيوز، يمكن واحدة أو اثنتين، لكن البروسيس هيك بهذا الشكل. فلما سويت هالدراسة اللي أعطيتكم إياها 2017 ما كان الكل ماشي على البريزما جايد لاينز، ما كان الريجستريشن مطلوب، ما كان هاي الأشياء كلياتها موجودة. ف 2017 بس انت تضمن حقك بالفكره. انا هذا اللي سويت، انا ما عملت ريجستريشن مع انه كان الريجستريشن موجود الان، بس اغلب المجلات تطلب نبذ رقم الريجستريشن تبعك، فصار يضطر الباحث يعمل ريجستريشن لسببين. السبب الاول مشان هو انه يضمن الفكره تبعته ما حدا يسويها، السبب الثاني لما يجي بتنشر بتسال المجله شو رقم الريجستريشن تبعك. هلا انا على وقت ما نشرت هذيك الوقت دراسات، الان انا ماشي سيستماتيك ريفيو ثانية، مشيت بالريجستريشن وقدمنا البروسبيرو وكذا، فصارت هيك الان الكل ماشي بنفس الطريقة. بريزما جايد لاينز ايضا انا ما مشيت فيها، لكن مشيت بالطريقة اللي هي قلت لكم الاشياء الخطوات الاساسية. لكن رح تسألني كانت ممكن المجلة بكل سهولة تسألني كيف مشيتي بالبريزما جايد لاينز او ما مشيتي عليها. وحتى يعني فرقت معي لما نشرت اني ما مشيت على بريزما جايد لاينز، لكن لما اجيت بدي اطبع الثيسس تبعي وامام الممتحنين حكوا لي ليش مش ماشي على بريزما جايد لاينز. ما كانتش اجباريه بهذاك الوقت او ما كانتش شيء يعني كثير موجود، فحكوا لي سويها على بريزما جايد لاينز، فاضطريت ارجع اعمل كالكوليشنز اللي راح تصير انه قديش انكلودد ما انكلودد وكذا، هي فقط اني اعرف قديش امشي في البروسس بطريقة أعرف قديش كم ارتكل اي اكسكلودد، ليش هدول شفتهم ليش هاي كذا، بحيث اني اوضح الشارت.
يعني المنشورة اللي بعثت لكم إياها ما كانت على أساس بريزما جايد لاينز، لكن حطيتها بالثيسس تبعتي كانت على أساس اللي هي البريزما جايد لاينز. أوكي. الآن اللي هي خلينا نشوف الرسم هون عشان أوكي. طبعا في هاي البروتوكولز اللي بتقدموها للريجستريشن، انا ليش بحكي لكم الان بتقدموها او كذا، لان هاي البروسس انا لسه فيها هلا مع طالب بي اتش دي ستودنت ببريطانيا سوبرفايزر عليه، يعني مش بشكل اساسي، لكن انا بشوف بشتغل وبطلع عليه يعني. فبفرجع لي البروتوكول تبعه وبرجع لي انه شو عم بكتب شو عم بيساوي. من الاشياء اللي بحطوها في البروتوكول انك بدك البيكو اللي كنا نحكي عنها بأول محاضرة، بدك تحدد مين هم الـ population، شو الـ intervention، شو الـ comparison، شو الـ outcome، كل ياتها هاي بدك تحدد في البروتوكول بدك تقدمه. وبصير يحكوا لك لا انت هون مش واضح عندك الـ outcome، هون مش واضح عندك كذا، بدك تعمل more specification لحتى تشوف اللي هي تعمل framing للـ research question تمام. اوكي. هاي اللي هي prosperity اللي هي تسجيل registration of the systematic reviews. Okay. إذا defining حكينا inclusion and exclusion criteria، في لازم أحكي شو الـ study design بدي إياهم كلياتهم، الـ case control studies، بدي randomized trials فقط. بدي احدد مثلا البيشنتس يكونوا مثلا قد اخذوا بوبيليشن معين، مثلا الافريكان امريكان حابه اشوف عندهم شيء معين. البابليكيشن ستاتس ببلشت اور ان ببلشت، غالبا بروح للببلشت لانه خلص بيكون مر في البير ريفيو بروسس، فانا واثق انه حدا طلع عليه. اللانجوج زي ما حكينا انجليزي عربي الماني فرنسي وغيرهم. ريسيرش بيريود بدي اياها دراسات من سنه كذا لسنه كذا وهكذا، كلياتها من ضمن الانكلوجن والاكسكلوجن كرايتيريا. داتا بيزز حكيناهم من لاين بيز، ممكن يكون كوكرين او غيرها. اوكي. هاي الريفيو كواليتي اوف ايفيدنس. الان انا لما اعمل سيستماتيك ريفيو بدي اتاكد إنه كل الدراسات اللي فيها of quality، يعني هل هي إنه بقدر أعتمد عليها ك من ناحية نوعيتها ك evidence أو لا. فلو اخترت مثلا أنا case control studies، مش كلياتهم رح يكونوا زي ما شفتوا، مش كلياتهم رح يكونوا واضحين، مش رح يكونوا كلياتهم مثلا definition لل controls very precise دقيق جدا، بحيث إنه فعلا هدول كانوا controls أو هدول كانوا فعلا cases. فبالتالي انت بتعمل اسسمنت لكل دراسه طلعت معك في النهايه، يعني بيطلع عندك مثلا حوالي 20 دراسه في النهايه، بدك تاخذهم هذول بدك تشوف شو الكواليتي تبعهم. كل ما كانت الكواليتي للدراسات الانكلودد احسن، فانت بتحكي معناته السيستماتيك ريفيو تبعتك احسن كايفيدنس من ناحيه ايفيدنس. فالان بمسكهم وحده وحده بصير زي كيف بصلح لكل وحده، اللي هي من خلال بستخدم تولز معينة. في عنا تول ممكن نستخدم نيوكاسل أوتاوا سكيل، وطبعا في تولز تانية أخرى بتستخدم لل quality of the research لحتى أعملها assessment. في منها مثلا لل cohort studies بتصير تسألك هل كان هذا واضح؟ يس. هل كان هذا واضح؟ يس. بعطيها اللي هي علامة من 20 من 10، بعطيها علامة من 10. هاي اذا هاي الدراسه تبعت ريما كراسكي اخذت 80%، هاي الدراسه تبعت فلان فلان اخذت 9%، هاي الدراسه تبع فلان فلان هو واصحابه اخذوا 7%، وهكذا. اذا هذول بدي ادخلهم على التيبل، بحكي انه دراسه فلان تال اللي كان ديزاينها كذا هيك اخذت السكور تبعها من ناحيه الكواليتي فقط، لحتى انه لما يجي القارئ يتطلع على هاي التيبل يعرف شو الكواليتي للارتكلز اللي انكلودد معنا في السيستماتيك ريفيوز. اوكي؟ على اي اساس بحسبوا السؤال؟ كل سؤال له علامه.
إذا كانت قارئ أنت بتكون قارئ البيبر بحكي لك هل كان الكيسز إلها ديفينيشن؟ إلها ديفينيشن أخذ علامة هذا السؤال، ما إلها ديفينيشن تحكي نو ما بياخذ علامة. لا أنت مش هدفك تحصل أعلى سكور. لا أنت يعني لو صدفة وكان هم كلياتهم سكور سبعتها عالية يكون عندك يعني more likely إنه الإيفيدنس تبعك قوي، لكن مش ذنبك أنت سيستماتيك ريفيو سويتها وطلعت هذا التلخيص، هاي دراسات هاي الفاندنج تبعت الدراسات، لكن لو طلعت الكواليتي تبعها عالية، لو طلعت الريسك استيمت المين تبعهم significant وكان there's a strong association between factor A and factor B وكذا، أكيد رح يصير citation لدراستك للسيستماتيك ريفيو تبعتك بشكل كبير، رح يصير يشار إلها إنه كذا، بس مش لأنه أنت كان لك contribution في هذا الشيء، بس لأنه الدراسات اللي كانت عملت investigation في هذا الموضوع هي كانت قوية وكانت إنه أعطتنا evidence قوي. عرفت كيف؟ يعني هي شيء ما بعيد السيستماتيك ريفيو، لكن انا بقول لك هي بالاخر اذا كان في اسوشيشن ات ويل بي سايتد، رح يصيروا يحكوا حسب الايفيدنس اللي اعطتنا اياها السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسيز الفلانيه انه هذا الفاكتور انه هذا ذيرز ان اسوشيشن بين فاكتور اي اند بي وبناء عليه كذا 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 حسب الدراسه تبعهم وحسب الايفيدنس وين بده يستخدم. يعني قد تكون اذا سيستماتيك ريفيو اوف راندمايزد كلينيكال ترايلز كانت الايفيدنس تبعهم قوي وانه في مثلا اسوشيشن انه ذات ويل ديكريز الريسك اوف كانسر، ممكن انها تاثر على جايد لاينز معينه هاي الفاندنجز اللي طلعت بالسيستماتيك ريفيو تبعتها، بحيث انه يستخدم هذا الشيء او هاي الماده او هذا الفاكتور او هذا التريتمنت اللي هي لا از تريتمنت فور كانسر او از بروتكتيف فاكتور فور كانسر، ممكن يحكوا لك نعطيها تارجت للبيشنتس اللي هم او للبوبيليشن اللي هي ات هاير ريسك اوف ديفلوبينج سيرتن تايب اوف كانسر. يعني بعض الكانسرز اذا كان فيها فاميلي هيستوري موجود خصوصا الجي اي كانسرز، هذول اذا كان فاميلي هيستوري موجود وخصوصا الدرجه الاولى الاب وكذا، فهذول المفروض انهم ياخذوا بريكوشنز، ياخذوا اي شيء ممكن انه ديكريز الريسك اوف ديفلوبينج ذا سيم جي اي كانسر. فهي من الاشياء اللي يعني بتطلع منها زي ما حكيت لك، هي اذا كان سترونج ايفيدنس بهاي الطريقه بالسيستماتيك ريفيو راندمايز ترايلز بهاي الطريقة ممكن تأثر على guidelines ل treatment ل disease معين أو how to deal with disease معين. okay؟ أنت ما عليك إيد فيها، بدك تكون مش biased إنك تعطي quality عشان إنك تحسن ال evidence تبعك، لأنه بالآخر أي حدا بده يعيد ورقة الدراسة بده تطلع معاه نفس ال score. فالكواليتي اوف ايفيدنس اللي كنا نحكي عنها رح تسالك اسئله عن هل فيها ليميتيشنز، هل ادرست البايس يعني هل قدروا انهم يحلوا مشاكل البايس اللي فيها، الانكيرسيز مثلا الاوت كم داتا هل هي كانت كلياتها موجوده وغيرها، الريسك اوف بابليكيشن بايس او لا. شو المقصود بالبابليكيشن بايس؟ احيانا بعض الدراسات اللي هي ممكن اذا طلعت فيها significant association بنشروها، إذا ما طلعت فيها significant association ما بتنشر. فبالتالي أنا ما بصير detection غير الأشياء اللي فيهم significant association. طب أنا still I need to know that there is no association between factor A and factor B. Still need this information. فبصير هذا بسوي زي نوع من bias إنه فقط الأشياء significant هي اللي عم تذكر. وبالتالي رح تعمل لي ازاحه لتفكيري بهذا الاتجاه. طب اذا انا حكيت انه في كثير اشياء كانت سيجنيفيكانت، معناته ممكن افكر بعض الفاكتورز اللي ممكن ما لا it will not affect the findings. اوكي اوكي اذا study limitations are evaluated using the risk of bias methods proposed by Cochrane. أنا إحنا عم نحكي عن randomized trials اللي ممكن يكون فيها زي ما حكيت لكم publication bias. ف
فهل هذا الريسك موجود او لا؟ فبصير تصنيفها حسب لو هاي اور اكير بناء على كرايتيريا معينه. هل الراندوم سيكونس جنريشن، هل صار الابليكيشن، هذول ياخذوا الانترفينشن، هذول ياخذوا البلاسيبو، هل كان بشكل صحيح، هل كان بشكل راندوم، هل كان في بلايندينج للبارتيسيبنتس المشاركين معي بالدراسه، هل كان في بلايندينج للانفستيجيتورز المشاركين معي بالدراسه، الاوتكم داتا هل كان الريبورتنج تبعها صحيح، السلكتيف ريبورتنج اند اذر بايسز هل كانت موجوده او لا. فبنطلع عندنا بهذا اللي هي الكونفرنت كولابوريشن تول فور اسيسنج ذا ريسك اوف بايس في اللي هي الدراسات لحتى انا احكي اذا هي مينيمم او اللي هي نصنفها حسب التدريج تبعها موجود مش موجود بشكل كبير بشكل قليل او كذا. ممكن انا الارتكلز اخذها انا بدي كل الايفيدنس في ذات انفستيجيت اسوشيشن بين فاكتور اي اند فاكتور بي، ممكن انا اخذها حسب الدراسات عددها اللي بتطلع معي. فانا مثلا اخذت الراندمايز ترايلز، اخذت الكوهورت والكيس كنترول وكل انواع الدراسات اللي شافت ما بين فاكتور اي اند فاكتور بي وطلعوا خمسه، يعني ما فيش دراسات كثير. الان انا بدي اخذ المين تبعهم، you need to combine حكينا findings. إذا بدي أخذ المين تبعهم هدول يعني شوي they are different. ففي عنا two formats اللي هم الفيكست والراندوم effects. لما بدي أدخل المعلومات تبعت البيبرز اللي أخذتها على السوفتوير على المستخدم ريفمان بدخلهم عدد البوبوليشن، بدخلهم risk estimates الموجودة أو كذا. فإذا كان في اختلافات ما بين هاي الدراسات فأنا بروح بختار تك، يعني هي مش إنه أنت بتسوي إشي كالكوليشن، هي من ضمن السوفت وير بتعمل تك إنه بدي راندوم إفكت استيمت. ليش رحت على راندوم؟ لأنه الدراسات شوي في اختلافات بيناتهم، الديزاينز مختلفة، ممكن أذر فاكتورز ممكن نخليها شوي مختلفة عن بعض. لكن لو عملتهم كلياتهم مثلا كوهورت ستاديز بطريقة شبه متماثلة وكذا بروح على الفيكست افكت استيميت بعمل التيك، بحيث انه الراندوم بيعطيني مجال انه بيعطيني تلخيص اكثر بس ضمن هذه الظروف اللي بتحط ببالك كونسيدر اتس راندوم. اوكي الفيكست اللي هي بتعطيني انه حكينا ان هي بتكون متشابهة. الان وانس انا دخلت المعلومات على هاي اللي هي ريفمان ممكن السوفت وير، واتوقع انه صار في اشياء كمان احدث وممكن اسهل التعامل معاها، بتطلع لك الفورست بلوت اللي امامكم هذا. اوكي انت دخلت له مثلا هون الراندمايز ترايل، دخلنا مثلا الاكسبيرمنتس الايفنتس التوتال مع امان الادولتس اللي هم اللي عملت عليهم انترفينشن والكنترول، حطيت دخلت هاي المعلومات انت بتدخلها مانيوالي لكل دراسه، دراسة رقم واحد، دراسة رقم اثنين، دراسة رقم ثلاث. فهو بكون إما مرقمهم هيك أو ممكن يحط لك إياها يعني مثلا كراس نيتال كذا نيتال كذا نيتال ورا بعض. تمام؟ فهاي التلخيص بناء على المعلومات اللي أنت حطيتها هو حط لك إياها يعني هون من ناحية experimental events total events total. هاي أنت لما تعمل data extraction بتدخلها، هو بيعطيك الويت بناء على المعلومات. لما نحكي على الكوهورت وكانت البوبوليشن كبيره مثلا كذا بيكون الويت لهي الدراسه اكبر، قديش ممكن انا اتاثر على الفاندكس تبعت هاي الدراسه. نفس الشيء بالاكسبيرمنتال ستدي، اذا كانت اكبر واذا كانت كذا رح يكون الويت لها اكبر، لانها رح تاثر الفاندكس تبعها اكثر. فبالاخر بده يعطيني ريسك ريشيو بالكوهورت، هازارد ريشيو بالأوب ريشيو بالكيس كنترول رح تكون موجودة، وهكذا. أعطتني هون الريسك ريشيو وهدول البين قوسين اللي هم كونفيدنس انترفل، المجال اللي أنا معي ممكن يكون في احتمال تكون القيمة الصحيحة على حدوث الإيفنت. حكينا إنه هاي الخط هذا هو رقم واحد
وانه هايها هون اللي هي 42% اللي هي ممكن هون تقريبا تقع هي اقل من واحد، وهاي الكونفيدنس انترفل تبع الخط الافقي هذا الخط رقم واحد. طيب وعندنا هون هاي الريسك ريشيو، فهاي الريسك ريشيو اللي هي 42% هي هون مكانها النص مثلا، هي النص ما بين واحد هون وهكذا. هذا الخط اللي هي الكونفيدنس انتر ما بين 0.07 ل 4.95 من هون لهون. إذا كل واحدة من الدراسات هاي دراسة رقم واحد 42% والكونفدنس انترفل تبعها ترجمت على هاي الرسمة أمامكم، على الفورست بلوت هذا أمامكم، أوكي؟ الآن من الرسمة لحالها من غير ما أطلع على الأرقام not significant not significant not significant significant increase risk not significant decrease هون حسب هاي experimental لأنها معناتها it favors experimental وهنا favors the control يعني there is no difference. راح الكنترول هو الأفضل قد يكون من الاكسبيرمنت من الانترفينشن اللي أعطيته. إذا هاي not significant not significant not significant not significant not significant ليش؟ لأنه بيبقى رقم واحد. ليش؟ لأنه كل الهازارد ريشيوز والأود ريشيوز هي بسط مقام زي بعض يساوي واحد، معناته there is no difference. أوكي؟ إجا اللي هي هذا المعين بدنا نحكي عنه، هذا الملخص، هذا الآخر شيء الأبرج اللي هي favors الاكسبيرمنتال والكونفيدنس انترفل تبعها من هون لهون and it's not significant رقم واحد included. أوكي؟ إذا أنا هيك بهاي الطريقة قدرت أفهم الإيفيدنس أو الأبرج إيفيدنس لثمان دراسات معنا. اوكي واضحه الرسمه؟ يعني ممكن بالامتحان احط لك رسمه واحكي لك مين من هذول الدراسات كانت سيجنفكت. شو المين؟ نعم؟ شو تشوف البعيد؟ ذكرتني كانت واحده دخلت اولادها على مدرسه انترناشونال بقول لك كيف؟ ان شاء الله الامور تمام. يعني بتفرق عن المدارس الثانيه لانه اولادي نفس الشيء جاي من بريطانيا بدي احطهم بدي احافظ على الانجليزي تبعهم. قالت لا كويسه ممتازه في اليو الكبيره وفي اليو الصغيره الكابيتال لتر سمول. انت بتحكي لي هاي البعيده وهاي القريبه شو قصدك؟ شو بتقصد بالبعيده؟ اللي ما بتقطع رقم واحد بالكونفيدنس انترفل تبعها is significant سواء كانت بهاي الجهه او بهاي الجهه it is significant. اهم شيء ما يقطع الكونفيدنس انترفل تبعها رقم واحد. هون عندي ثلاث صح؟ هون عندنا كم وحده not significant 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 هاي هون وحده it favors the controls يعني بتحكي انه الكنترولز كانوا احسن وتنتين favors الاكسبيرمنت يعني هذول التنتين انهم بيحكوا الانترفينشن احسن. اوكي؟ هاي نوت سيجنفكت لانها رقم واحد انكلودد. فانت اذا مش متاكد انك شايف صح بهاي الرسمه ارجع لها. هل رقم واحد انكلودد؟ في هذا الانترفال انكلودد فمعناته not significant يعني ممكن هاي الفايندينج شو يعني not significant يعني ممكن هاي الفايندينج صارت نتيجة chance أو confounding factors أو كذا confounding factors يمكن تصير انتبه تخلي إنه ممكن significant adjustment لما تعمل adjustment لل confounders غالبا لما تكون الدراسات عاملة adjustment لل confounders فلما تطلع significant after the adjustment هذا strong evidence.
الان هاي الدراسات المفروض انها عامله ادجستمنت للكونفاوندرز. لما تطلع هون انسيجنيفيكانت فايتس مو لايكلي انسيجنيفيكانت. اوكي وهذا التلخيص تبعها واضحه. هذا فيكس هذا فيكس وهذا راندوم مش رح تختلف بشكل كبير. ما رح تختلف بشكل كبير في اختلافات بسيطه بس مش شيء كبير. هاي 80% 83% هذيك طلعت يعني شوي significant. يعني شوي بتصير واحد بس مش صايره واحد ثاني. هون لا قطعت واحد. اختلافات بسيطة مش رح تكون كثير. أنا فاتكي؟ ممكن أسألك شو مين significant؟ قديش كان مين استيمت؟ هل استخدم راندوم افكتس ولا لا؟ هي رح تطلع رسم بهذا الشكل من السوفت وير. فانت لما انا مدامني حاطه الصوره بدك تكون عارف وين تدور. بحكي لك راندوم ولا فيكس؟ عارف وين تطلع. ما هو فرق لما يكون عارف وين تطلع ما بين واحد لسه بيدور. اوكي؟ المين معنا؟ هي المين؟ total 95% confidence interval اعطاني total total 100% لانه هذول الويت تبعهم كل ما كبر الافكت للدراسه وتاثيرها بكون المربع اكبر. وهون بالاخر هذا المين لا الريسك ريشيو بتاعته 80% وهاي اللي هي confidence interval اللي حكينا ان هي ما بين الطرفين المعين اللي معهم كانه خط بالهدف. اوكي الدراسات كلها الواحد انتولد لا كان سيجنيفيكانت ذير نو اسوشيشن يعني نتيجه خلاصه 8 ابحاث بحثوا في هذا الفاكتور اي والفاكتور بي ذير نو اسوشيشن. نعم. It's more likely إن هي إنه في favors the experimental لكن it's not significant. يعني ممكن هاي findings تطلعت معنا نتيجة due to chance. هاي برجع بعيد هون اللي هي اذا احنا اكتفينا انه تو ديسبلاي الكاركترستكس اوف ذا انكلودد ستاديز ان ا تيبل فذس ويل بي ا ديسكريبتيف فورم او اللي هي اند ذس از ريفيرد تو از ا كواليتاتيف ريفيو. لكن اذا فتنا في الميتا اناليسيس سو ذس از ا كوانتيتيف ريفيو ان ويتش ذا كلينيكال افكتيفنس از ايفالويتد باي كالكوليتينج ذا ويتد بول استيميت for the interventions in at least two separate studies. يعني two studies are enough to conduct a meta-analysis. طبعا كل ما زاد أفضل بس يعني اثنين تاخذ الأفرج تبعهم. اوكي هذا كله شرحنا الآن الأبحاث أو يعني outcome variables can be considered broadly in terms of dichotomous variables and continuous variables. The continuous variables ناخذ المين difference تبعهم اللي عم بحكي عن التلخيص شو ممكن نحكي عنه اللي هو دائما هذا المعين اللي بيطلع مين difference in a continuous variables.
continuous values. So إذا كانت اللي هي مدرسة are presented in the same unit, في قد بعض الدراسات بتلاقيهم بيحكوا different units. في اختلافات بسيطة باخذ اللي هي ال standardized, بحسب لها لكل واحدة standardized اللي هي mean difference. يعني مثلا لو أخذنا واحدة كانت hazard ratio, واحدة odds ratio وكذا, في اختلافات ما بينهم, فأنا بدي أخذ شيء standardized لإلهم اللي هي mean difference. هذا يعني أنت بدك تسوي calculations. أحيانا حتى بعض الدراسات بتلاقي عطيك الرقم خصوصا القديمة, رقم الكيسز وقديش الاكسبوزد وقديش الكنترولز وقديش الاكسبوزد او قديش اوتكم صار وهكذا, فانت بدك تحسب الاودز ريشيو وحتى تطلعها. ففي كثير ميجرز ما بتعطيك الشيء بشكل دايركت. اذا ما كان نفسه هازارد ريشيوز بكل الدراسات انكلودد, فانت بدك تسوي شيء تو ستاندردايز اليونت ذات ميجر ريسك استيميت. اوكي, ال factors variables اللي هي ال odds ratio, ال risk ratio و risk difference, هذول هم بيستخدمون في اللي هي, لأنه إحنا عنا factors exposed not exposed, disease no disease, intervention no intervention, هذول factors, فهي مستخدم فيها هذول risk estimates. okay, then continuous mean وال factors اللي هي هاي الرشيس هم فيكست موديل وقاعدنا بالفيكت هاي مشروحة بشكل واضح. اوكي, الان الهيتروجينيتي هي الاختلافات ما بين الدراسات. انا ما رح احكي اكثر من الشيء اللي كان مذكور عندنا في الفورست بلوت, اللي هي الكوكرين يو تيست والهيجنز اي سكوير ستاتستكس موجوده هون. شو معناها وشو هي بتعني وشو كذا مش راح اطلبها منكم, لكن هذول لحتى تشوف قديش الاختلاف ما بين الدراسات فقط. هذا المطلوب الكاي سكوير تيست والاي سكوير اللي هي هاي كلها تو ميجر الهيتروجينيتي ما بين الدراسات. لان publication bias ايضا ممكن احنا من خلال السوفت ويرز اللي حكيت لكم عنها ريبمان وكذا تحكي له, تكون اوريدي انت دخلت المعلومات تبعت الستديز وتحكي له اللي احسب لي publication bias او شوف شو وضع publication bias في هاي الدراسات الموجوده, هل هي نشرت لانها كانت significant او لا. فبتصير تطلع لك رسمه اللي بنسميها الفاينل بلوت بالطريقه هاي. لاحظوا عندنا هون هاي هذه ما فيها publication bias. ليش؟ لأنه الـ risk estimates أو الكذا الهاي بيناتهم هي طلعت على شكل زي symmetric موزع الجهتين على شكل funnel. هي بتعرف شو funnel؟ القمع. فهي زي القمع هيك معقودة اللي هي لها قاعدة وبتصير أضيق لفوق. هون it's asymmetric معناته there is a possibility of publication بايس في هاي الدراسات اللي انكلودد معانا. In your systematic review you only report the findings. ما لك علاقة هل فيها كان publication bias او لا. هي بتاخذ الاكس اكسس بتاخذ الافكت سايز والواي اكسس اللي هي بتاخذ السامبل سايز. فبتعملهم على شكل ما بين الافكت سايز والسامبل سايز بتحط اللي هي البوينت تبع كل دراسة. إذا أعطت شكل الفانل فـ there is no publication bias. إذا ما أعطت شكل الفانل فبتكون there is a possibility of publication bias. هاي يعني هذا هون عنا الوسط تبعها. في أشياء جاي هون في أشياء جاي هون على شكل قاعدة. هون لا كلهم هون مش عاطي الجهة الثانية ما فيها شيء كثير خصوصا القاعدة. قاعدة وبتصير أضيق تمام.
مثلا الان كيف الريزلتس برزنتيشن بده يكون عندك تيبل فيها الكاركترستكس اوف ذا انكلودد ستاديز، بده يكون عندك فلو شارت انت كيف عملت داتابيز رقم 1 داتابيز رقم 2 هذول اخذنا منهم العدد هذول اخذنا منهم هيك و سكرينينج اكسكلودد انكلودد هاي كلها بدك توضحها في سيستماتيك ريفيو وتطلع بالاخر كونكلوجن هي حكينا هذا وضحت لكم اياها ما في شيء تطلع من هالشيء ما حكينا في عنده سؤال لحد هون واضحة الأمور؟